حمدي من هل هو موجود مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه؟ ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه، احمد موجود معانا كلاعب في الفرقه مقيد وموجود معانا، ولو ما فيش اي حته في الاعاره هو مقيد من ضمن ال 30. طيب مؤمن زكريا، مؤمن زكريا كان بيمر بمرحله يعني علاجيه في الفتره اللي فاتت، تمام، يمكن الحاله الطبيه عند الدكتور خارج، ممكن في الايام اللي جايه او الاسابيع اللي جايه يكون موجود من خلال التدريبات يعني، لكن بيمر بمرحله علاجيه طبعا، ما دخلش بقاله فتره معانا في التدريبات، لكن هنشوف الفتره اللي جايه مع الدكتور خالد الامور الطبيه بالنسبه له يعني شرح. لكن هو مؤمن مقيد برضه في الفرقه ومفيش اي مشكله خالص، متواجد مع الفرقه وكل الناس متواجده مع الفرقه. يعني اولا انت ما تعرفش بكره في ايه، الكره فيها متغيرات كتير جدا طبعا، والكره بتعلمك حاجات زي الدنيا بالظبط، واقرب مثال للدنيا هي الكره على فكره يا كابتن اسلام. صح، يعني كل يوم بحال. بقول لك ايه، لا معلش خليني اقولها، دي في شهر واحد كانت حاجة وبقت في شهر 6 حاجة تانية خالص. في شهر 1 كنت حمادة، وفي شهر 8 حمادة تانية خالص. أيوة. شهر 1 كنت بقول لك إيه؟ شهر 1 شهر 1 كنت في المنطقة الدافئة. كله محترمين محترمين، وفي شهر 8 لا شهر 1 شهر 1 كنت في المنطقة الدافئة. لا في شهر 1 محترم محترم، في شهر 8 المؤامرات. وكل حاجة. طيب إذا